عسام الناس كل جا عندي في الحقيقة ثلاثة سؤال. السؤال الأولي يخص دوسي دابتونسيون دان كريدي بانكار بالنسبة للبنك بي دي اس. نحب نعرف شو هو الدوسي، شنو لازم يكون متكون، يعني لازم يكون عندي ان كاي تشارج ديان ديتاي للسوسيتي اللي باش نحلها، ولازم يكون عندي الفاتورات التقديرية اللي انت بكري تفضلت وجبت عليهم. وبالنسبة للحرافات، اكبر مشكل اي انسان باش يحل سوسيتي جديده هو مشكل ايجاد خرافات. ممكن السوق التونسيه يعني ما تنجمش تلم حاجات الناس في الايكيا، دونك نلوجوا على سوق خارجيه. اسكو فما دي مويان يعاونونا هنا نلقاو ولا نكونتاكتيو دي كليون في سوق خارجيه؟ سي تو. Je vous donne la troisième partie de votre question, on va terminer le prêt aux banques. Au niveau de la prospection des marchés extérieurs, on a d'autres programmes qui sont déjà dits, mais on a plus. On a un centre de commission d'exportation, c'est le nouveau satellite. Vous l'avez dit, que soit vous êtes une start-up déjà établie, une lead, vous êtes un porteur de projet, là j'ai déjà cherché. يوصل حتى للتعاقد مع الاعتماد بدون تاع 150 الف دينار كل بروسبكسيون كذا كل شيء. بون ثما بعض لي ديتاي كان تحب كي تجيب حنان كبير وتوصل فاسورتو، لكن بور فير لا بروسبكسيون ديجا حتى وانت مش موجود ثما تصير بلوس برون شارج سا فهمني. يعطيك الصحة في السؤال. فيما يخص دوسي كريدي يتصب في البي تي اس، كما قلت لكم في مخصص الاجراءات راهو مش صعيبه بالكل. ديجا سبق وراح انتريسي لازم نجيب حدانا نوفروا له الاوراق ونوفروا له المعلومه وكل شيء. مي راهي اجراءات بسيطه جدا. فيما يخص معناها دونك انت قلت سوسيتي بي تي اس مش كيما بي اف بي ام. بي تي اس تعطي اشخاص بيرسون فيزيك، معناها شخص طبيعي. تعطي اشخاص طبيعي، تعطي الشخص اللي باش يتبدع معناها اللي هو واقف على البروجي نتاعو. ما نعطيش الشركات. حتى فرضا انه معناها يعمل اكسبورتاسيون وكذا دوسي لازم يكون عنده اغريمون وعنده كذا، يولي نعطيه اون سوسيتي بيرسون سوا اللي هو معناها الشخص هو المعني بالامر. دونك السوسيتي معناها اللي تحكي عليها انت ما عرفتش جاوبت كلها، ما نعطيهوش، نمشيو للاشخاص العاديين، شخص طبيعي معناها بيرسون فيزيك مش بيرسون مورال. لي بروسيدور ولا البابراس ولا الوثائق اللي معناها اللي تو منها دوسي معناها ملف نتاع اللي قد باش يمول مشروع ملف معناها نتاع قرض، فما اون امبريمي وان انجاجمون تاخذها من بي تي اس من لاجونس. اون امبريمي نتاع مطلب قرض، فما انجاجمون التزام للتفرغ الكلي للمشروع. هذا نحكي بعد مشروع مش توسع المشروع، بعد مشروع انجاجمون معناها التزام ان تتفرغ كلي للمشروع نتاعك. بيان سور ليدونتيتي نتاعك كوبي من ليدونتيتي بطاقة تعريف الهوية نتاعك. ونطلبوا معناها كما سبق حكيت فيما يخص الكفاءة تاع الشخص معني بالأمر اللي مش بعث المشروع، لما الشخص هو نفسه معناها اللي مش بعث المشروع. فهمت؟ معناها مش سوسيتي يقول خاطر في بعض الحالات يجي شخص يقول لك أنا مش نعمل جيرونس. مش نجيب ناس يخدموا عندي وأنا نعمل الجيرونس على كل مشروع هذاك. نقول له لا، لما أنت معني بالأمر أنت اللي مش تاخذ الكفاءة المتوفر فيك الكفاءة المهنية إلا أنت مش تبعث فيها مشروعك. دونك لازم يكون عنده الكفاءة نتاعو الا تخلو له باش ياخو القرض في الميدان اللي رجع فيه مشروعه. بيان سور فاتورات تقديرية من عند المزودين اللي انت مش تختارهم في التجهيزات اللي باش تبعث فيها مشروعك. كي تبدا معناها الماشين كما استشار وكذا يولي نطلبوا دو تروا دو في من عند مزودين مختلفين اللي هو بيان سور في صالح باعث المشروع باش يعمل كومباريزون ويشوف انا الخير وانا ولا مش خير وانا الماركة الباهية وانا الخايبة. نعملوا 3 دي في نطلبوهم عند مزودين مختلفين. وكي يبدا معناها مشروع كبير نتاع بيجي كبير نطلبوا دراسة، خاطر تو فيما يخص المشاريع العادية نتاع 4000 5000 دينار 6000 دينار ما نحبوش معناها نقلقوا بعث مشروع ولو انه معناها دراسة تفيدهم تعطيه إضافة. ما نجموا معناها نتعداو هذيك معناها يبدا بروجي عادي.
عش انا يبدا واحد عند ميتسا ولا افوكا ولا معناها ما نطلبوش ما نحبوش نقلقوا مي ديما راهي دراسه تاعت الاضافه لبيعه المشروع تفيدوا معناها مي بصفه عامه نطلبوا دراسه وحاجه اخرى في الدوسي ديما ناكدوا عليها اي معناها وثيقه تعطي الاضافه الملف وتدعم لك ملفك وكل تزيد تعطي معناها بلوس للدوسي نتاعك جون مثلا عملت تظاهره وطنيه في الميدان الشرعي مشروعك عملت ستاج دو فورماسيون عملت خدمت في ميدان في شركه الا في الميدان هذاك اي حاجه تعملت ملف بتعطي الاضافه وزيد بلوس للدوسي دونك تعمل منها نسخه تحطها في الدوسي وكما قلت لك يعني عندك استفسارات عندك اي حاجه مرحبا بيه في كل وقت دونك في الاجانس داكوردو وفيما يخص بالله فيما يخص الترويج نتاع المنتوج نتاعك عندنا برشا هيك مسند نجم يعاونوك عش انا لبي لبي سي بي اكس وكذا معناها فهمت دونك الصناعه التقليديه لازم تديك كيف معناها يعطيك الاضافه كبديس احنا ما نجموش نوفروا لك المعلومه هي دونك فما هيك الاخرين نجم تتصل بيهم ويقولوا لك معناها فماشي دي مارشي اكستيريور حاجه الا تنجم معناها تروج بها مشروعك خارج معناها تونس ولا سامحني بربي في ما يخص l'activité artisanale du projet. Est-ce que la nature du projet il est commercial ou elle est non commercial? Ça dépend de la taille de la société. Elle ne dépasse pas 10 employés avec les membres de famille. Je sais. Elle a un peu de temps dans le projet. Elle est commercial ou non commercial? التمويل هو حاليا بي تي اس مول كل الانشطه الانتاجيه مش التمويل مش الكوميرسيال مش تجاري دونك نشاط انتاجي معناتها باش تصنع هذا بالنسبه للصناعه التقليديه الانسان معناتها باش يعمل مشروع في الصناعه التقليديه لازم يكون عنده شهاده كفاءه مهنيه ولا يشغل معاه مسؤول فني يكون عنده شهاده كفاءه مهنيه او بطاقه مهنيه او دبلوم في الاختصاص هذا بالنسبه للمشاريع الترويجيه احنا عندنا المجمعات دونك المجمعات هذه وقع احداثها سنة 2009 على اساس نوع نتاع اشكال من الشركات تجمع الحرفيين لكن بعد اعطينا حتى تراخيص مش ناس عملت مجمعات هما مش حرفيين معناتها انسان يعمل مؤسسة على اساس يجمع المنتوج نتاع الحرفيين ويروجوا كما نقولوا باغ اكزومبل نجي انا في المعتمدية نتاعكم باش نجمع المنتوج نتاع النساجة ناخذ فوطة نمشي ممكن ناخذ فخار القصيبة ناخذ زربية ونروجوا في تونس ولا في الخارج غير سي بوسيبل معناتها انسان يعمل مشروع ترويج باعتبار الحرفيين هذوما ما عندهمش امكانيات باش يروجوا المنتوج نتاعهم دونك هذه سي بوسيبل القاعده التشكيليه صغيره هي في التمويل نتاعهم ان شاء الله يكون بي تي اس مولد بعض المشاريع من الجانب هذايا لقينا بعض الصعوبات لكن ثم امكانيه نجم الانسان مثلا عامل ماركتينغ عامل جيستيون ثم عندنا بعض الاخوات اللي عملوا مشاريع ترويجيه لكن يتعهد انه باش يروج منتوج الحرفيين نجم يزودهم بالمواد الاوليه لازم تكون عنده قائمه اوليه في الحرفيين اللي يتعامل معها وكما قال زميلك لازم زاد كيف في البي تي اس نطلبوا في شكون هما الكليونتيل اللي باش يزودهم بالبرودوي هذاك بالنسبه للترويج انا حكيت ساعه المعارض معناتها ثم معارض في تونس وفي الخارج ثم لي شومبر دو كوميرس معناتها توا انسان مثلا الغرف التجاريه والصناعيه الانسان ينجم يتصل بهم عندهم هما باز دو دوني ثم بعض الغرف عندها حتى الكتالوج في المؤسسات الموجوده في الاقليم عندها الغرفه التجاريه والصناعيه الوسط تبعها سوسه القروان المستير الماليه تلقى قائمه كبيره فهمت ساعات قاعده معناتها الكتالوج للمؤسسات الكل في الاختصاصات الصناعيه والتجاريه نتاع الاقليم كامل هذوما ساعات يعاونوكم انتوما باش تعرفوا شكون هما اللي كليونتيل نتاعكم ثم معناتها يكون يعملوا حتى ايام شراكه دي ميسيون دافير في الخارج ساعات تجي ميسيون دافير مع شركه من فرنسا من ايطاليا دانيرمون جات ميسيون دافير من الهند من ايران دونك يبعثوا لي بروموتور اللي في الجهه اللي هما كي سون انتريسي احنا مثلا مشكون جا من ايران في الزربيه مشكون جا من تركيا في البيجو دونك يبعثوا له دي زون دافير ولا دي زارتيزون في الجانب هذايا ثم المراكز الفنيه زاد تنجم تعاونكم احنا عندنا برشا مراكز فنيه ثم اللي تابع الوزاره نتاعنا كما المركز الفني للزربيه والحياكه موجود في تونس في نجم القروان اللي هو يخدم برشا تو على الفوطه وعلى النسيج نتاع الفوطه وثم مع ليزات نتاع قصر الهلال ومع فاك دو سونس في لابوراتوار نتاع الشيمي قاعدين يخدموا على كيفاش تطوير الفوطه في جانب الديزاين من جانب السوليديتي نتاع الخيط
تم مراكز فنية أخرى تابعة لوزارة الصناعة، مثلا عندنا هنا في الجهة بتاعنا مركز الفني للنسيج، إذا أنت عندك فكرة مشروع في مجال النسيج تقدر تتصل بهم، هم يعاونوك شوية في سورتو في حكاية الماتريال من تتزود، فهمت ثم عندهم حتى ديزيتود حاضر، معناتها شو هما لي كريون بورتور، شو هما حاجات عندنا المركز الفني بتاع الجلود والأحذية، إنسان عندهم مشروع في الجلد، في الصبابط، في كل ما يخص الجلود والأحذية زي كيف، في الأبيمون في الجلد، ثم مركز فنون بتاع الخزف والبلور، كل الاختصاصات هذه، ثم مركز فني بتاع مهن الخشب، مش معمل بتاع مادن ولا حاجة عند الخشب، مركز الفني للتعبئة والتغليف، ثم مؤسسات مختصة في المبلاش. نجم يكون انفستيسمون، معناتها احنا تو بالنسبة للحجم بتاع القروض بتاعنا، نجم نوصلوا حتى 10 مليارات. معناتها نجم نتمولوا عن طريق البي اف بي، معناتها ما فماش، ثم مشاريع كبرى كما في الذهب وفي السيراميك وفي، معناتها مشاريع كبرى تتطلب تمويلات كبيرة. دونك ما عندناش حجم معين للمؤسسات، قبل بالحق كنا أقل من 9 أكثر من 10 عمال نسميهم مؤسسة حرفية ونسجلوها مؤسسة حرفية. تو ما عادش المؤسسة الحرفية هي البيرسون مورال. إن شاء الله توكي قال سيسين الساعة بالنسبة للبي تي اس ما تمولش المؤسسات، احنا عندنا جانب هالمجمعات المؤسسات الحرفية المؤمنة بالنسبة للصناعة التقليدية، كان الصناعة التقليدية لكن بشروط معينة، معناتها نجمو نمولو المؤسسات في حدود 10,000 دينار، ما عندناش حجم حد معين كسوى للعدد العملاء أو أي نشاط في الصناعة التقليدية، معناتها التمويلات نجمو نفرها. وما لازم احنا الجهة بتاعنا ما عندناش مناطق تنمية جهوية ولا زادة نحكي لكم على الامتيازات بتاع التنمية الجهوية، لكن ما عندناش معناتها حدود تمويل أي مشروع. وحاجة بربي أنا أكيد راه برشا منكم عندهم أفكار مشاريع، ثم يمكن اللي حاشم ثم يمكن عنده فكرة مشروع ما يحبش يقولها، خايف فهمت عندكم الحق، معناتها ساعات تلقى واحد عنده فكرة مشروع ما يحبش تخرج المعلومة، لكن ثيقوا احنا لو في الإدارات كي تجيونا المعلومة هذيك تقعد في الإدارة، معناتها ما تخرجش، معناتها ما نعطيوش المعلومة. تلقاو الاستفسارات احنا في الصناعة التقليدية ثم أنا تعداو بيا ديكالي وبدا من غير قلب، معناتها بدا ب 1000 دينار ولا حتى 500 دينار، تو أنا كي حكيت الساعة على الصابون ولا تقطير العشير، تو عندنا ناس استنيه في الخارج وعندهم مؤسساتهم في تونس وقاعدين يمشوا للخارج بدا ب 1000 دينار في صنع الصابون وتقطير العشير ولا يخرجوا. تو ثم دي سوسيتي منهم تقريبا احنا عندنا كاريس باغ اكزومبل ولا لا ميزون سونتور يعملوا في شيفر دافير نتاع 600 و 700 مليون، أما كي بداو بداو ب 100 دينار ولا 100 دينار، بداو بشوي بشوي. فهمت لما فرت عندنا في سوسة مثلا كيف كيف أنا وليد عامل دروا في سوسة عطيناها كريمون حل عام 2012 في لوح زيتون، عملت حفر لوح زيتون، فهمت بدا بخمسة ستة خدامة تو يخدم في 120 وعملنا عملت تقريبا 3 مليارات اكسبورت كل معناتها التصدير للسوق الأمريكي، وعنده ما شاء الله دي مارشي كبار. دونك ثم شكون بدا راهو يبدا في لونسمون اي الفخار كيف كيف، ثم شكون بدا ابرونتي، انا نتذكر شكون بدا ابرونتي تو 10 سنين الثاني عمره 15 سنه بدا ابرونتي تعلم القلال، فهمت تو وصل عمل القلاله بتاعو 2010 ولا 2011 وتو عامل تقريبا 600 و 700 مليون زاد شيف دافير اكسبورت يصدر برشا بلدان. دونك تنجم تبدا راهو مونتون صغير بحاجه بسيطه، فهمت الحلويات التقليديه. أنا عندي أستاذي قراني سبور كان مرته تعمل الحلوم، معناتها تعمل الكعك الورقة وتعمل النبس، فهمت؟ خرج إيراني في الإمارات 96 ولا 95 تو يعمل في شيفر دافير 10 مليارات، عملوا عمل شيفر دافير 10 مليارات من الحلويات والشوكولا، فهمت؟ بدا أرتيزون هو مرته سيد في سبور وتو يزود الأمراء والملوك بتاع الخليج بالحلويات التقليدية، معناتها الحلويات راهو شي سبيسياليتي ارتيزانال احنا عندنا في روحنا. دونك راهو تنجم معناتها ما تبقاش خايف حتى تصاحب شهادة عليا. تعلمت وخذيت الشهادة لكن تنجم تبعث مشروع في اختصاص آخر مش من معناتها تكونت فيه. احنا ندعموك نقفوا معك احنا حتى على مستوى كيما قلت لكم الارتيزانال نبداو من شهادة كفاءة وبعد باش تاخذ القرض وبعد باش تعمل مشروع باش تروج وتشارك في المعارض. بعد مش احنا باش نساوي كنت باش تنسانا بعد باش تجي معناتها تقول انا سي وليد طون دافير فان دافير تنجم تكون معناتها بعثت مشروع ثم ياسر او ديكا تو تبركل عليهم انت كي تشوفوا وصلوا مرحله منهم حتى النساج شكون بدا نساج صغير عطينا المره معناتها قداش المره برشا معناتها عطيناهم دي زاكريمون باش بداوا نساج ثم شكون انا وليد عطيناه كان يتعلم عند بوه يشد له الردان فهمت يدور بوه وينسج معاه تو فريمون معناتها زاد كيف كيف معناتها في العام اقل شيء شارك 7-8 معارض في العالم بدا ابرونتي صغير بدا بقلب نتاع زوج ملايين
توا ولا الام دافير في التصدير نتاع الفوطه. انتم عندكم ما شاء الله معناتها من الاختصاصات في الجهه نتاعكم، اباكم وجدودكم عندها خدموها بطريقه تقليديه، لكن انتم تنجموا تطوروها. انا قلت لكم عندنا ان شاء الله السيده معتمده بحذانا باش تعاوننا في المركز نتاع بوحجر، عندنا زاده بحذاكم في المكنين، على افكار معناتها مقترحات في المخطط باش نبعثوا فضاءات باش نعاونوكم على الجانب هذايا حتى في الصناعه، ثم مناطق صناعيه بدات تتهيا، قطاع سياحي ان شاء الله زاد كيف كيف، احنا ثم توا مشكله يمكن في القطاع السياحي، لكن ان شاء الله في المستقبل باش تتحسن. وكهيك المسانده احنا جيناكم اليوم اليونيكيت ما يثم عن السياحه كيف كيف نجم تعاونكم عن في الثقافه، ثم مشاريع تنجم تكون ثقافيه، مشاريع سياحيه، عندنا في الولايه وحده احاطه بالمستثمرين، غدوه كي تبعث مشروع وتلقى اشكاليه كسوا مع ستيل مع نوناس مع اي هيكل اداري يدخلوا لك باش يذلوا لك الصعوبات، معناتها راهو بالنسبه لبعث المشاريع ثم ياسر حوالي في امتيازات واجراءات باش تسهل لكم العمليه باش تبعث المشاريع، دونك الواحد ما يلزمش يخاف ينطلق على روحه فهمت، تستحق قرض خوذ بي تي اس راهو دخلت حتى حد الحبس فهمت، اللي خلص اللي ما خلصش معناتها العكس، هو بي تي اس دورهم باش يعاونوكم باش تبعثوا المشاريع، معناتها الواحد ما يلزمش يبدا خايف ويقول لا ما ندخلش قروض وفي لا لا ما فماش اشكاليه. وسمعتوا حتى وزير الماليه اخر مره قال احنا الفلوس موجوده لكن الافكار الباعثين هم اللي مش موجودين، معناتها ما تخموش في الفلوس، خموا في فكره المشروع والفلوس هذيك توجيه وحتى بارك الله فيك. بعض الصعوبات لكن شكرا سيد المندوب. عندنا اختنا تحب تتساءل. عسلامه.